عقب رسالة أمريكية شرط سعودي جديد للتقدم بالمفاوضات مع صنعاء. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين، أسعد الله أوقاتكم. وإلى التفاصيل، عادت السعودية اليوم الأربعاء للمناورة مجددا في ملف السلام في اليمن، يتزامن ذلك مع حراك أمريكي يهدف للحيولة دون تقدم جديد. وأفاد عبد الله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية والمحسوب على الاستخبارات برفض بلاده بما وصفه رفع المعاناة عن الشعب اليمني بفتح الطرقات، في إشارة إلى المطالب بتحقيق إجراءات إنسانية منها صرف المرتبات. وتأتي التلميحات السعودية لعرقلة السلام بشروط جديدة قبيل بدء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ زيارته إلى الرياض ضمن جولة تشمل مسقط، وتهدف من خلالها أمريكا لربط ملف المفاوضات في اليمن بوقف العمليات اليمنية ضد إسرائيل في البحرين الأحمر والعربي. ولم تعرف دوافع المناورة السعودية هذه، وما إذا كانت الرياض تنتظر عرضا أمريكيا جديدا للتصعيد في اليمن، أم أنه مجرد تقدير للفصائل اليمنية المؤية لها، لكن توقيتها قد يشير إلى تصعيد قادم في اليمن. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.